سؤال بتراود لي طوالي في بالي، قيمتي شنو أنا كإنسان في الحياة دي؟ وكان آخر مرة تراود لي فيها السؤال ده في بالي فلما حكى لي صاحبي إنه جاتهم حالة حرجة لمريض في الطوارئ وحاولوا ينعشوه لفترة طويلة، بعدها قرروا إنهم يوقفوا عمليات الإنعاش اللي على إثرها حيفقد الحياة. اتضايقت جدا من الحاجة دي وقلت له إنتوا كيف تقرروا تنهوا حياة إنسان يمكن لو استمريتوا ثواني بس حالته تستقر ويستمر في الحياة؟ السؤال ده تراود لي في اللحظة اللي أنا نسيت إنهم في الأساس كانوا بيحاولوا ينقذوا فيه. ما هي قيمة الإنسان في الحياة دي إذا كان بيجي فيها بدون علمه واختياره؟ دوها يا دوها والكباب نوها سيدي راح المجد هاي ده مضحك والحالات وده يا أخواني تشبه من انت؟ تشبه عمو ولا تشبه خالو؟ جي 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 جي. وبيطلع منها بنفس الطريقة، لكن سرعان ما أدركت إنه النقطتين ديل جزء من الاختبار وقيمة الإنسان الحقيقية موجودة بين النقطتين ديل بأنه بيختار وبيقرر بعلمه المسبق وداير يعمل شنو في حياته. حمودي حمودي تعال تعال، جبت لك شنو؟ جبت لك شنطة بتاعت المدرسة، يلا تعال. لما انت تتغير انت عبالعب التراب ماما لبستني تسمع وسرب نسيت الغنطية تاني تتاب دلية أتبع عربي تعتبان وحساب. قيمة الإنسان في العقل اللي بيميز به الصح من الغلط، قيمة الإنسان في إرادته وفي حرية الاختيار والأفكار اللي بيحكم له عقله ما بتضر غيره. أنا أهلي قالوا لي عايزينك تبقى دكتور، أنا بحب الطب والله لكن بحب أكثر الطيران، نفسي أصنع لي طيارة أقدر أمشي بها لناس حببتهاش في البلد دقايق. أنا أهلي قالوا لي لازم أطلع من المدرسة. قيمة الإنسان بفطرته السليمة اللي بتخليه يحب الخير للناس. يا أمي أنت عارفة أنا بعد أتخرج أشتغل هشتغلين بيت كبير في مزرعة صغيرة كده في الطرف. قيمة الإنسان بحبه للإنجاز وفرحه به، بحبه للتطوير والعمران. الوضع صعب، صعب شديد، ما زي اللي كنا متخيلينه قبل ما نتخرج من الجامعة، لكن في النهاية الأحلام والأهداف الكبيرة ما تتحقق بالساهل. قيمة الإنسان بعقله وبحرية اختياره لكل الحاجات الجميلة دي وغيرها بإرادته. تعرف يا علي أنا أمنية حياتي كانت أني أغترف في بلاد سمحة وفيها فرص عمل، لكن غيرت رأيي، بلدنا ده لو بنيناه حيبقى أحسن من الدول دي كلها وحنكون عايشين وسط أهلنا وأصحابنا. جيب لي الطوبة دي خلينا نقفل الدرس ده على قلبنا. قيمة الإنسان غالية شديد. هو علي كشف داك دفعتي من الأساس. أوه يا علي علي أوي. قيمة الإنسانية بتنتهي في اللحظة اللي أنت بتقرر تنهي فيها حياة الإنسان الغالية دي، حياة ناس كتار معه. ختاما حابب أشكر صديقي يوسف من قناة مساحة على دعم المستمر لقناتنا. برضو ممكن تمشوا تتابعوا حلقة مع عثمان عن أحداث 8 رمضان، ممكن تتابعوا برضو حلقة نيخرو العابد عن الدولة العميقة، فيديو غني جدا. البيس اللوت. Thank you.